طب هذا النانايت الفضائي اللي اضافوه جديد، شوفوه مكعب، بس اقول لك انه ايش يمنع يسوي جاذبية. دقايق شوف، يقول لك ممكن انك شوف تصنع منه الاسلحة، يعني تحول الاسلحة العادية الى اسلحة فضائية. واحد مكعب، شوف السنايبر يخلي لك هي برضو فضائي، شوف الهجومية الرشاش هذا، يعني كل سلاح يتحول لشيء. طيب هذه كانت حقت ايش الاسلحه، انك كيف تطور. طيب المربع، شوف يسوي لك مربع، شوف مكعب، المكعب هذا حيخلي ما عاد في جاذبيه في وسط المربع ده. طالع دحين انا ابغى اجرب حاجه واشوف اذا نزلت عليها كيف حتدمج ولا لا. دقايق، نرمي المربع المكعب هنا، شوف هذا المكعب، تمام. دقايق، اذا بنيت مثلا انت بتبني تبقى حاطه تحت عشان لا حد يكسر عليك او انك ايش تموت ولا شيء. دقايق، ايوه كويس، ما يخليك تتدمج، يعني لو طحت لوسطه حطيح ايش تنزل سليم زي ما انت، بس له مادة معينة يعني ما يطلعوا كثير، شباب وراحوا خلاص. حتحصلوه مرمى في الارض، يعني انا دورت صناديق كثير ما حصلته، لقيته مرمي كده وسط البيت. هذا كان عن السلاح الجديد اللي هو النانايت الفضائي، القنبلة الجديدة.